على العلوم الجاز لها وشبت النار. حياكم الله وارحبوا في شرورة. زمان بن مزعل مرحبا ومسهلا. الله يبقيك، مرحبا بك ابو سيف. اعطونا علومكم يا اهل المغازر. والله العلوم طيبه ابشرك، بدينا لنا 3 ايام. ايه، واليوم قدنا في اليوم الثالث. اليوم الثالث طيب. الله الله، امس بدينا بالخواوير وال العرابة الأصايل. نعم. واليوم بدينا الآن بدينا عندنا العرابة شغالين فيها الآن. كم اللي استفدت عليها الحصيلة الصامدة؟ الحصيلة الصامدة العرابة تقريبا 35. والمجاهيم؟ والمجاهيم الحصيلة الكاملة اي تقريبا 170. 170 وكم اللي أصمدت؟ والله صفينا من هنا اليوم معنا بقى لنا تقريبا 12 من كل شوط. من كل شوط 12. نعم. ثلاث أشواط. ثلاث أشواط، والليلة إن شاء الله النهائي بإذن الله. بعد شوي بنطلع صفي عشر. الليلة ولا اليوم؟ اليوم بعد العصر. ايه، بعد العصر إن شاء الله النتيجة النهائية في المجاهيم. يعني النتيجة النهائية كم بيصفي؟ بيصفي في كل شوط 10. في كل شوط 10. نعم. حلو. طيب، بعد هالمهجنات بكرة إن شاء الله بنصفيها وبنشفط. فيها اسماء عندكم صامدة من بديتوا؟ يعني والله فيها في المجاهيم، فيها اسامي متصدرة، واحد مهري. ايه؟ متصدر لا زال لما الحين. ولا والخور واحد صيعدي ما شاء الله. الله، هو العرابه عادنا ما بعد اعطيناها. والمهجنات والله اعلم انه ظاهر مهري. الله اعلم. طيب يا ابو مزعل، وش تتوقع لهالمسابقه ولهالحلال اللي شارك المسابقه وبيفوز وبياخذ الاوائل او بيجي في العاشر؟ انتوا تصفونها على 10 ولا على 5؟ لا على 10 نصف. على 10. طيب، وش تتوقع الحلال؟ انها 30 والعرابة 40 والخور 50، يعني 50 متر بتصدر. وش توقع لها في الأسعار مثلا؟ والله الأسعار ما شاء الله وصلت أسعار عندنا قوية. قبل نبدأ في المحالبة بيعت واحدة 170,000 وتصدرت الأول في جائزة الملك عبد العزيز ما شاء الله، مع واحد من الجمهورية اليمنية. طيب وهنا ما شاء الله عندنا اسوام خياليه، يعني صراحه واحده سايمينها ب 260 ولا طاعي يبيع راعيها. من المتصدرات في شوط التحدي ما شاء الله تبارك الله، وعاطيناها تقريبا 60 ايجار ولا رفض ما شاء الله. يبغى الرجال هو اللي يفوز ويبغى لنا موسم. كيف واحد يبي واحد يستاجرها؟ يبغى واحد يستاجرها. نعم. ويشارك في مسابقات المسلم؟ لا يشارك، ما في، تطلع باسمه في المشاركه. هذا علشان يسلم على امير منطقه نجران بس. يعني وصلتوا لي مرحله نجار عندكم في الله. الله الله، وصلنا مرحله نجار. نعم، هذا شيء طيب. الله يبارك. احنا نتمنى لك بالتوفيق يا ابو مزعل. الله يوفقك ويطول عمرك ابو سيف، ونشكركم على بذل جهودكم لاجل نجاح المهرجانات في جميع انحاء دول الخليج. تسلم. الله يبارك. ما شاء الله تبارك الله. كم رقم ونوفل؟ 102. من هناكته هذه؟ 102. صالح سليمان العامري. صالح سليمان العامري. 57. شو اسمها الناقة؟ صوغة. صوغة ما شاء الله. كم وصلت؟ صوغات 7.5. والله ما شاء الله. يلا يعني اطردكم منه. عون بن سعيد بن الهرب. ونعم يا عون. انعم حالك. مشارك؟ مشاركين ومباركين. وش انت مشارك فيه؟ ها؟ وش المشاركه؟ في الخور وفي العرابه. الناقه وش اسمها؟ اسمها غريبه. غريبه. وش سوت غريبه؟ والله لحد الان في التقدم. كم جات؟ ها؟ كم وصل حليبها؟ صار السبعة. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. اي بالله. غريبة، وصفها لي غريبة، وش شكلها؟ حمراء. اي حمراء. ولا حمراء غيرها من حمراء هذه. من حمراء النعم. حمراء غيرها. طيب علمني حمراء وش؟ طويلة، قصيرة، عريضة؟ لا وسط. 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 ما شاء الله. سيمة غريبة؟ سيمة 30. تو ولا مبطي؟ لا والله برحت لي. واليوم كم بتبيع هذا؟ اليوم إلى تقدم من ماشي 8 زين ما نبيع. ما في بيع اليوم. ما فيه بيع اليوم. أطع. أنت راعي غريبة ولا عندك ناقة ثانية؟ لا راعي غريبة. عطنا الاسم الله يحفظك. صابر سعيد بالهرم الصيني. ونعم. ولا عليك زود. وش تتوقع الغريبة؟ والله نتوقعها إن شاء الله أنها في التقدم. سبعة زينة. إن شاء الله. في أحد متقدم عليكم؟
والله يا اخي يعلم الله، ما ندري احد يتقدم ولا شيء على الله. الله يوفقنا وياك. كلنا في شناعه، وكلنا في شناعه، وكلنا يبله هو المتقدم يا طويل العمر، ولكن شيء بامر الله. الله يوفقنا وياك. الله يوفقنا وياك. سلوى 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 سلوى. ونعم اعطي الاسم. الاسم حميد هويت ترشوم المهري. ونعم مهري. نعم حاله. نعم ونعم. اعطني علوم سلوى وش سوت؟ والله علوم سلوى طيبه. كم وصلت؟ وش طيبه كم وصلت حليب؟ وصلت 9.5. 9.5. نعم تكفى يا راعي غريبه. 9 هذا خلاص كبشر ناقته كبشر. شفت والله ما شاء الله. اول مره انا ركاض الخلام جيد يا ولدي. اي والله فكر ما حد قبلي. منافسين دول متنافسين. لا 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 ما حد منافسني. ليش ما حد منافسني؟ 9 هو 7 وين ما احنا الاخوان. 9 حتى لو لا لا احنا اخوان. اخوان في الاسلام. اخوان في الاسلام. اخوان في الاسلام. وعند تحدى ما احنا اخوان. ايه لا ما احنا اخوان. لا لا كل واحد يريد احسن. تحدى ما حد اخوه. ما حد اخوه حد. حد تحدى. والله بياخذها عليك راعي سلوى. الله يهني هياي. بتبيع سلوى يا راعيها؟ لا لا ما هي للبيع. مره مره يا رجال بنعطيك من الورق. قولوا اخو اعطيتنا مليون. الله يبارك لك يا ربي. الله يبارك لك. لي ولك. اليوم طبعا العرابه والخواوير بادين فيها من امس ويحلبون ومتنافسين. والله يبارك للجميع. عرابا جناهيات ولا خواويري لعل السحاب اللي مزونه ضحى وعصير ضحك مقاديمه وتبتسم مواخيري ينثر ملاهم من امري شال لم جريري ويضفي على خشم الظن طول جوافيري مداهيل حمر النلا باهر بهن تحيل. عرابا جراميات ولا خواويري لمن جن على المعطان كانهم بنات بعير طوال الغوارب ناس ناس عات الزماميري. الله يرحم ابن جدلا. هذه الحمر اللي ما يعرف الحمر الصعيرية، هذه الحمر الصعيريات الأساسية اللي ما يعرفها. هذه الحمر العرابة اليوم مشوشة متجهزة ومنافسة. وهذه الخواوير. هذه الخواوير. هذه الخواوير ما شاء الله تبارك الله. حنيني حنين اللي ذبح غيد هالمهان تجر الخلاج وعذب الطرد راعيها من الزهر مسراها مع فاضي الخدان تجر الحنين او كان حرضت تناديها. يا كم من خلوج قد فجعها على الحشوان بعد ولفها فرق سنعها وحاشيها. افدله بخيل لا كريم ولا بمعان يهبد الصحون وهرجته ما يقديها. انا يوم اقوله شفت انا الطيب شوف عيان وغيري من العراف تسمع بذانيها. من هناك تهذا؟ علي مسلم الويش؟ ونعم. وش اسم الناقة؟ ريمة. ما شاء الله على ريمة. همشي همشي. الله يوفق راعي ريمة. الله يوفق راعي ريمة. ما شاء الله راعي ريمة منافس مرة. منافس راعي ريمة. ما شاء الله عليها. تدخل دخول قوي راعي ريمة. راعي ريمة إذا جات بالتسعة. إذا جات بالتسعة حلوة. السلام ورحمة الله يا رب. يلا خذوا خذوا حرك. جاكم راعي ريمة. راعي ريمة جاكم. بسم الله. كم جات؟ 5 كيلو و900 ما شاء الله. هذا مشارك واظن شرب الحليب ما واصل الميزان. صبحك الله بالخير. النور. زد وزنت ولا عادك؟ وزنا الحمد لله. بالله؟ والله اني خفت منك ما بعد وزنت. خلي ابسط يا ابو الحاج عامر مسحوق. شوف. ما شاء الله تبارك الله. صبحك. الله يبارك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك يا رب.
افتحوا الدرب المرضية. كم؟ 5 كيلو و900 حليب مرضية ما شاء الله تبارك الله. جبارة يا مرحبا يا راعي جبارة. الله يحييك ومرحبا بك. عطنا الاسم الله يحفظك. سعيد بن بخيت المهري طال عمرك. جبارة وش علومها؟ علومها غانمة إن شاء الله. جبارة كم جات غانمة؟ فوق 12 إن شاء الله. واليوم ايش تتوقع؟ واليوم نتوقع إن شاء الله 13 وزود. اليوم هناك 10 تبقى والباقيات معنا؟ خلاص اليوم باقي 12 اللي في الميدان وإن شاء الله هي من ضمنهن بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله. مرة بإذن الله إن شاء الله. بترقم إن شاء الله لكن الله أعلم. بالنسبة للمتفوقة هي ناقة مرضي بن سعيد المهري بن سموده المهري. هذه في الصدارة والله سلالتها من المجاهيم ولا عندي بالضبط من سلالتها ولكن إن شاء الله هي من المهرة الجيدة أساس على أساس. دقيقة أنت ويا المهرة عندكم سلالات معروفة؟ والله سلالات معروفة. البل المهرة هي المعروفة على مستوى جزيرة العرب بالطيب موجودة حتى لها اسم العيدية حتى كانت البل الأصايل القديمة فالرئيس يقول لك لما كان في السباق ما تخلي ناقة تعداها إذا كان ناقة بتعداها تعطيها كتفها على طول تطيح. هذه الحراير الحين الناس غيرت بعضهم غيروا البل إلى مجاهيم ضربوها بركاب المجاهيم وصارت مجهم. متى غيرتوا يا المهرة؟ والله من 50 سنة وربعين سنة وحولها ولا من أول كانت أصايل ولا زالت البل حراير أصايل عندهم موجودة بعضهم محافظين عليها. طيب وش السر ما يفوز إلا المهرة بالمهرة؟ والله يا طول العمر هم هالإبل المهرة هالإبل وبعدين هم عندهم جهد من اجتهد وجد على ما قال. هم يجتهدون وهم يطلعون الحليب الصح يحلبون حلابة صحيحة ما يتبقي البن في الناقة وحتى يطلع يظهر البنها وهم في جميع المحافل تقريبا هم المتفوقين بإذن الله إن شاء الله. طيب الناقة هذا اللي متصدر وش شكلها كبيرة ولا لا؟ والله ناقة ما هي من الكبار ولا هي من الصغار. ناقة وسط وعلى سومها البارح 260 والحمد لله إن شاء الله ويمكن اليوم بيزيدون على 260. زيدها كبير ولا لا؟ وسط زيدها لا هي من الكبار ولا هي من الصغار وسط خير الأمور وسطها. يعني كثر اللبن ما هو في كثر اللبن ما هو بكثر الديد. أنا عندي ناقة واحدة ديدها كبير ما جابت اللبن ما جابت البن. شوف ديدانها واجد ولا كبيرة ولا كان البن ما ربك راد له. الله يبارك لك يا راعي جبارة وياك إن شاء الله وفالنا وفالك الناموس وإن شاء الله وفال المهرجان الطيب هذا يشكر عليه من الداعم والمتعاون والسعيين وجميع القبائل الموجودة اللي من المملكة واللي من خارج المملكة هم يشكرون المهرجان الطيب هذا وكل من جاء لهذا المهرجان يشكر عليه. شكرا لك الله يحفظك. عفوا مشكور على التغطيه وجزاك الله خير. مرحبا. طيب. طيب حالك ما شاء الله. وش اسم الناقه وش اسم راعيها؟ ظبيه. هذه ظبيه اللي من امسي على اسمها في الميدان؟ نعم. وراعيها من هو؟ راعيها عبد الرحمن بن ركن البريك. ونعم. عليك جود. وين هو رايح بها هنا؟ فلحلبها بس لها دابر من البليه خارجينها من البليه. ظبيه امس جات بثمانيه. 8900 ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله يا ظبية ما شاء الله يا ظبية. راعيها من هو؟ عبد الرحمن بن ركنة. عبد الرحمن بن ركنة البريك. ونعم ظبية ابيت كانها شرية ما شاء الله تبارك الله. لا ما تحجزونها ظبية ظبية خلت ولدها عند الأكدان وانتحت تبغى الجويفة قبل وردن يجونها ومشيت على باريها على سرج عندن من خوفتي قوم الحرايا ياخذونها ما شاء الله تبارك الله. ضبية 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 ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. بابية بابية وخر يا المصور هيك بالحليب
هذا حليب ضبي الطاسة الأولى والثانية هي حلبة ما شاء الله تبارك الله يا ضبي ما شاء الله يا ضبي بارك فيك هذا اللي يقولون الحمر ما فيها حليب اللي يقول الحمر ما فيها حليب ما عندهم سالفة هذه الطاسة الأولى هذه الطاسة الأولى والطاسة الثانية يحلبون فيها ما شاء الله تبارك الله قرب قرب أسعد قرب أسعد عند الرجال قرب الطاسة ممتلئ الطاسة الثانية ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله الله يبارك فيك يا ضبية ما شاء الله بس صب في ايدك حل في ايدك لبن حلبوا النار حلبوا هذا الله يهلبل انا حقي ما شاء الله تبارك الله الشباب اللي مثل الشباب دول اللي يحلبون الناقة هذا الله يهلبل هذا اللي يستحقون الجائزة هذا اللي يستحقون البل يستاهلون البل ويستاهلون البل فيها حليب ويستاهلون البل الطيبة شباب مع الصبح متحزمين عند ناقتهم يحلبون الله يبارك لهم يا رب العالمين بعكس بعض الناس اللي إذا شاف المطية قفل منهم هذا لا كلهم شباب ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله امشي يا راعي ضبي امشي مش على مالك على مالك لا تنادي راعي ضبي اليوم منافس مره بقوه كم تتوقعون يا شباب كم كيلو ان شاء الله 11 10 9 وشوي 9 هذا ال11 الميزان قدامنا وهذا يقول 10 يا شباب احد يقول 10 واحد يقول 9 الميزان هو الفصل طريق يا شباب طريق الميزان هو الفصل الميزان هو الفصل طريق يا شباب طريق قرب الطريق طريق الطريق كفك يا ابو الله ياكم حليب ضبية حليب ضبية ما شاء الله تبارك الله يا ضبية الله يبارك الراعيك فيه كم كم 10 و600 توقعوا اهلها انها بتعدى العشرة نتمنى لهم التوفيق اعطوهم تحية اعطوا ضبية تحية وراعيها يا شباب مبروك المتصدرة 15 و300 15 و300 يستاهل المهري يستاهل المهري المتصدر اليوم رقم القياس الله يوفقه يا رب العالمين هذه من هنا ناقته علي من محمد السعد والناقة وش اسمها؟ دعاسة جاتكم دعاسة ما شاء الله تبارك الله يا أهل دعاسة ما شاء الله يا أهل دعاسة افتح الطريق لدعاسة قول ها انت عويل الصادر الصادر ما شاء الله مع من ذا؟ دعاسة مع من صاحبها؟ مع راعيها مع راعيها جيد راعيها طناف 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 محمد سعد محمد سعد محمد سعد محمد سعد محمد سعد الأول والتالي لا لا ذا ذا الثاني اللي ما هي الأول كم؟ كم كيلو؟ كم كيلو؟ ما شاء الله ما شاء الله 13 و400 حليب دعاسة حليب دعاسة قلت مبروكة هذه مبروكة أبو بكر يسلم أبو بكر يسلم المنهالي ونعم والناقة مبروكة محمد والله يبارك فيه ارسلها لي ها
هذا الحليب، هذه المجاهيل ما شاء الله تبارك الله، الله يبارك لهم يا رب. ما شاء الله تبارك الله. يبون شيل الطاسه ما مشكله، ايش تعزم؟ تلعث تلعث ودي عليهم الطاسه والله ميزان ميزان الرجال ذا ميزان 12 12 وكم؟ 12 و200 وذاك كم؟ مبروك يا ناقد ابو بكر يسلم المنهالي 11 10 يا جمعيه شيل اللبن خليه يروح. كم رقمها؟ وش الناقة هذه؟ يا ولد كم يهم؟ قلت 14 وفوق، قلت 5 رسالة. شو اسم الناقة وراعيها؟ صابر سالم. صابر سالم، والناقة؟ الناقة الطفوح. هذا حليب الطفوح. 13 ما شاء الله يا الطفوح. جلد عذرا انك عندك اسم زين. ما شاء الله تبارك الله. اهل المجاهيم اليوم مره. هذا شوط التحدي يا ابو سيف. بله شوط التحدي متصدرين كلهم ما شاء الله. متصدر ما شاء الله. كلهم متصدرين. كلهم متصدرين. احنا ما نجيب انقطع على الفضول. 11 كيلو و400 ما شاء الله تبارك الله، الله يبارك لهم يا رب العالمين. اللي جا وش ناقة علي، علي من؟ علي بن سعيد بن عبيد. عداية. ونعم حالك. عداية متصدرة. ان شاء الله في الخمس الاوائل ان شاء الله. امس كم جاذب؟ امس جاذب ب 12 ونص. اليوم توقعت كيلو؟ والله يعلم اللي في ظهرها ما ادري به. اللي بتجيبها ما بين فرث ودم ذا ما حد يدري به، الا بالله ارحم الراحمين. يعطيك العافية. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله يا عداية. تعديهم يا عداية. تعديهم يا عداية. تعديهم يا عداية. ما شاء الله تبارك الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. الله يبارك فيها يا رب العالمين. هذا الاهل البل، هذا الشباب اهل البل ما شاء الله تبارك الله. داخل تحتها ويحلبها ما شاء الله تبارك الله، الله يعطيهم العافيه والصحه. وهذا الشباب اللي حقيقه نفتخر فيهم ويستحقون حقيقه الفوز والمسابقه والمنافسه. اهل البل صح. يلا 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 من عداية الفوز ان شاء الله والمنافسه مع المتصدرين. عداية وين 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 حليب عداية. توقع يا راي عداية ان شاء الله تبارك الله. احد عشر سبعمية ما شاء الله يا عداية. توفيق يا راعي عداية. مرحبا، نشكر امير المنطقة ونائبه وسعادة المحافظ. مثل ما تشوف طال عمرك عدة اشواط سمعت مني، كل يوم يصير فيه تصفية، وبشرك ان الناس طال عمرك كلهم مشجعين وكلهم منتظمين وكلهم طال عمرك داعمين لهذا التراث. وباذن الله السنوات القادمة تشوفون افضل وافضل باذن الله. تغير عليك من السنة هذه؟ وش الاختلافات اللي في السنة هذه؟ والله طال عمرك تغير طال عمر الدعم. الدعم هذا طال عمرك خمس سيارات وتشييع لها الحلال، وناس جايين طال عمرك من المنطقة هم برا المنطقة، وبإذن الله أنها من تقدم إلى تقدم إن شاء الله. السنين اللي فاتت كان هناك مكان منظم ومخيمات و... والله شوف لا السنين اللي راحت طال عمرك ما فيها مخيمات، بس السنة هذه كان أفضل، والسنة الجاية طال عمرك نطمح إلى أكثر إن شاء الله بإذن الله. طيب ايش تتوقع الأسعار الحلال اللي بتتصدر؟ والله طال عمرك أمس صار فيه سوم وصل إلى 250 ألف ما شاء الله. محسن بن راضه المنهالي وفي ناس ساموا طال عمرك، وإن شاء الله يصير فيه بيع ومشتر إن شاء الله. وهذا طال عمرك المهرجان يفيد أهل البادية ويفيد أهل الحلال وهذا التراث طال عمرك، وإن شاء الله بإذن الله أنه يصير أفضل إلى أفضل إن شاء الله. يا مرحبا ومسهلا. أتراعي محبوبة. تفضل.
هاي محبوبة. الشيخ مبخوت. علي بن مبخوت. علي بن مبخوت مرحبا يا علي. وش اخبار محبوبه اليوم؟ والله بشرك طيب ما شاء الله. تحلبت ولا عاد؟ لا باقي. وش تتوقع محبوبه بعد ما غير اسمها ولا ما عاد خلت لها شيء؟ ما يحتاج، لكن غيرت اسمها وضبطتها. دوشنا اللجنه قالوا كيف تعطينا اسمين؟ كنا مبارك سيف اللي اختار لها اسمها. ما دام انها بتصدر مع المتصدر. ما شاء الله عليها بشرك طيبه. ما سيمت؟ لا والله ما سيمت. بتبيعها؟ ما بيعها، انا قد جيت ثمن زين ما بيعها، لكن بشوف اول مره. لا ما تبيعها قبل نفسك. الله يوفقنا وياك ان شاء الله. راعي ضبيه. ايه يا مرحبا. يا مرحبا ابو سيف. يا سهل، عطنا الاسم. الاسم سالم مكتوب الصعري. ونعم يا سالم. معلك زود. راعي ضبيه. راعي ضبيه. ضبيه وش علومها؟ علومها متصدره في الاوائل ان شاء الله. صحيح؟ صحيح. ما شاء الله. لها مشاركات سابقه ولا أول؟ لا اول مشاركه. اول مشاركه. اول مشاركه. ما شاء الله تبارك الله. كم جات بها امس؟ جابت قرب العشرة امس. قرب العشرة. ايه. هي خوارة ولا؟ لا خوارة من العمانيات. مع محبوبة؟ لا محبوبة في شوط المهجنات. المكس. نعم صح. ايه المكس. الله يوفقنا وياك. والقايل الله يوفقه ابو سيف، ونشكرك يا ابو سيف على تواجدك هنا. ويا الله وجهك والله يعطيك العافية. الله يعافيك. يا مرحبا. العود جبارة قدر ابو سيف. لا انت. الله وجهك. سابقا وحاليا. أهل المجاهيم قامت الطاسة تخالف الطاسة، ما شاء الله تبارك الله. هذا سطل لا ما هي بطاسة. ما شاء الله. من هنا اكتب وش اسمها؟ مغرومة. وراعيها من هو؟ راعيها ما شاء الله تبارك الله يا مغرومة. جنب درب مغرومة. مغرومة. ايه. هلا. جنب طريق مغرومة. جنب طريق مغرومة. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. من هي مع ذا؟ مرضي سعيد. ما شاء الله. ناقة مرضي سعيد مغرومة. ناقة مرضي سعيد. ما شاء الله. 13 كيلو ما شاء الله. 13 صافي ما شاء الله تبارك الله يا مغرومة. بلبل والمنافسة والمسابقة. شوفوا الشباب ذا وينهم داخلين. الله يصلحك يا ابوك. هلا هلا. هلا بيك. ايش دخلك ورا الشيخ كذا؟ من حب المسابقه وحب البل. ها؟ سرح سرح. من هناك تو وش اسم راعيها وش اسمها؟ اسمها مريفه طول العمر. وراعيها؟ راعيها اسمها محمد حسن. ونعم. منيفه ما شاء الله. جاتكم منيفه وراعيها. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله يا منيفه. ما شاء الله يا منيفة. عشر ونص. 11 كيلو ونص. منظر عجيب اليوم. أهل التحدي المجاهيم تحدي شوط التحدي اليوم. منظر عجيب. شوف شوف كيف شوف كيف وينهم داخلين معه وكيف يحلبون وكيف. من هناك تهدية؟ ناقة من يا عوالة؟ ناقة من؟ أبو تمام؟ والناقة وش اسمها؟ متخودة. هذه متخودة. متخودة. متخودة ناقة الشاعر. ناقة الشاعر. متخودة ما شاء الله تبارك الله يا متخودة. يعني يسكن عليها الشباب. منظر جميل. هذا أهل البل. هذا ولا أهل البل. لا من ذكر وكم أهل البل هذا عنهم. لا نسأله. هذا أهل البل صدق. مهتمين فيها وفي رعايتها وفي حلبها وفي كل ما يخصها. شوف الشباب كلهم عندها ما شاء الله. احنا نستانس شلون الشباب اللي مثل محمد احمد زعبلة المهري راعي متخوده. راعي متخوده. هذه ناقتي متخوده قطعت فيها 4 دول من السيحين يعني جبتها انا في مشاركه المنافسه. نعم. كم منافسه دخلت فيها؟ دخلت في منافسه في السيح. ايه. وجات رقم 1 ما شاء الله. والحين هنا دخلنا المنافسة في 10 الأوائل
وولدها مات وكذا تعثرت شوية، لكن إن شاء الله المزاينات قدامها بإذن الله إن شاء الله. طيب نبغى نقصيدة في متخودة. في متخودة ما حضرنا لها شيء، لكن نقصيدة باللغة المهرية. يقول الأب الميزها الكريم وعطاها أوصاف لا يمكن تسعها الدواوي، الله ذكرها في الكتاب وطراها قبل السماء والأرض، آية وتبيين والأبل شيمة للرجال، وغلاها غلا من أسباك الذهب والملايين، فيها قناعات النفوس ورضاها، وأحلام تتعلق عليها عناوين، وفيها نواميس الوجيه والحاها نقبلت متغادية في الميادين، فطرنا صايل يفتخر من جناها، ولا البكار الشابيات المزايين، أنا قبلت كلنا يصفق معاها حتى الملوك السايدة والسلاطين. الله تحية. طيب نبغانا قصيدة باللغة المهرية. باللغة المهرية. أمور بذوات خفاي وكلو تيوم ضحكوها مود وهذش قدوم ذي قوب الحوض خاسين ذي حلوم تحكيك نبال التيش الوم ويتكطر ودور ويتهرزوم وطاد حكاوك عم تنزن كنوم لكن محك وبودي غموم هسقيد بكاء وموت هروم وبارق تلو الحكاية سنخثوم لكن الرحمون بخيري هموم راشلور ذخاية تسبال يزوم هاول سمدي تضلت هندوم من هيل زغوف واصل الزوم والسبح يطاي وليش قهوم ونهور ذي الخمسنية شربا وقتوم يا ابو رقم ليل وليس نحتوم لسيت ورخوت حبور وكروم وبالش وخوم انصاونا علوم وعامل ثغال بوري كدوم هغموز قبيل وهضير كتوم وحمر بخيط طوذي سموم وطرفها كل بحمو يحثوم بورك السوق واسحوبي زموم وليغي الكوس في نيت نسوق رسالة. والله ما فهمت لها شيء. ويش القصيدة وش يقول أول بيت؟ علمي بأول بيت يقول أول بيت. هذه القصيدة في الأبل يوم يقع الأرض جدب وما فيه مراعي وبعدين طعم غالي وتعرف أنت أصحاب الأعلاف هذول ما يعطون الناس على كيفهم أو يعني أول بيت. عطني أول بيت قال مرحبا باللي تليم يعني سنة بذوات حي وكله تيو يعني يا حي باللي جاء كلنا تلايم من مرة الله. العصر لما تجين في العزبة تتلايمين عليك العشار واللقاع إن شاء الله عطوا تحية إن شاء الله إنك الأول إن شاء الله الله يعطيك العافية إن شاء الله أتمنى لك الفوز إن شاء الله يعني. الله جميع أعطيكم العافية ومشكورين على جهدكم. الله يطول عمر الملك ولي العهد والحكومة الرشيدة والله يطول عامر من ساهم والأمير ومن ساهم في هذه هذا المهرجان. عطوا تحية عطوا تحية يلا سهل عليك.